إخوان المشاهدين، كما كتشوفوا معايا ملي فت سيدي سليمان، لقيت هنايا بداية الأشغال في هذا المقطع هذا في اتجاه ديال سيدي قاسم. هما الإخوان كما كتشوفوا هنايا هنا مستأنفين هذا الأشغال في هذا المقطع هذا. يجب على الإخوان السائقين، الإخوان والسائقات يردوا البال، راه كاينة حافة خطيرة هنايا في هاد العلامات اللي فيهم الحجر هنايا، ودير لهم الجير بالبيض، الجير الأبيض. ردوا البال، راه كاينة حافة خطيرة الإخوان هنا على اليمين. طريق السلامة للجميع، لا داعي للسرعة. تلقاو المنطقة فيها الأشغال، ردوا البال شوية، ردوا البال الإخوان شوية. كما كنشوفوا معنا الإخوان المشاهدين، دي منطقة في اتجاه ديال سيدي قاسم اللي كتفوتو سيدي سليمان. حتى هاد المناطق الإخوان مناطق فلاحية بامتياز، مناطق فلاحية رائعة جدا، كيتوجد فيها الليمونة الإخوان بكثرة. ثم الإخوان تشوفوا معنا الشركة راها مستأنفة العمل ديالها هنايا، خدامين تيعمرو هاد البلاصة اللي حفروا هنايا، لأنه هاد التراب اللي حفروا التراب ديال الفلاحة تيكون تراب رطب، كي يعني ميخضرش على الحمولة، يعني كيقدر يهود حيدوه باش يديروا التراب اللي شوية قاسح، باش من الغايد تبريسها مزيان، غايد داك مزيان غاي يولي جاهز للتصفيت. ها هما الاخوان المشاهدين كما كتشوفوا معنا هنايا، تحية الرجال العمال، هم خدامين تيوسعوا في الطريق الحمد لله. تبدأ الطريقة رائعة جدا الإخوان، هتولي بالنفع على هاد المناطق كاملة، المنطقة ديال سيدي سليمان، سيدي قاسم، المناطق الفلاحية. نتمنى كذلك الإخوان باش يتم إعادة النظر في هذاك الطريق اللي كتوسط إقليم سيدي سليمان، يعني حالة يرتلى ديال هذاك الطريق اللي وسط المدينة، حشومة كاع باش تكون منطقة فلاحية بامتياز وتكون متهالكة. راه كاع الناس اللي كيدوزو من وسط هاديك الطريق راه كيشوفوها، كيشوفو يعني الحالة اللي واصلة لها هاديك الطريق، من المدخل ديالها حتى الخرجة ديالها، كلها الطريق يعني حالة يرتلها، طريق مكرفسة مشققة محفرة. نتمنى باش الإقليم ديال سيدي سليمان يعاد النظر في هاديك الطريق. كما كتشوفوا معنا الاخوان هنايا الشجر ديال الليمون، معروف هذه المنطقه ديال سيدي قاسم وسيدي سليمان بالليمون. هنا الطريق هاد الإخوان هنايا طريق مكرفسة هنايا، لأنه هاد الأرض أرض فلاحية كتهود. هما السيارة ديال النخل العمال تاهما وقع عليهم كروبي غير بسبب هاد الطريق هادي. الإخوان هنا راه كاينة مناطق سقوية، راه كاين عندهم السقا هنايا، كاين عندهم السقا موجود، ولكن ربما كان اللي كيكمل بالابار لانه ما السقا ما كيكفيش الفلاحه ديالو.
الإخوان محسوب الإقليم ديال سيدي قاسم، هاد المنطقة اللي مشينا معها منطقة ديال محسوب على سيدي سليمان، من الإخوان جماعة زرارة كما كنشوفوا الإخوان من الشجر على اليسار وحتى هو تم الإزالة ديالو، وكذلك هذا اللي على اليمين كما كنشوفوا معنا هنا راه حيدوا الشجر وغادي مع الطريق غير مقطع بمقطع. الأرض الإخوان أرض فلاحية كتكون شوية يعني رطبة الإخوان ما تقدرش تستحمل يعني تدخل ديال الطريق غير كتهود هاد الطريق هادي، وخا عياو ما يشارجو فيها كتهود هاد الطريق هادي لأنه أرض فلاحية كتهود هاد الطريق رطبة. الإخوان شوفوا الناس راهم الشركة خدامة حتى هنا في هاد الجانب هنا اللي على اليمين، كنخرجكم من دار بن العامري 18 كيلومتر هذه اللي على اليمين. أخوان المشاهدين نكتفي بهذا القدر، هذا الطريق ولا نمشيو حتى الزرارة، نمشيو حتى الزرارة نكملو هذا الطريق هذي. هاد المنطقة الإخوان عندهم تيفلحو حتى البصلة، البصل موجود الإخوان عندهم هنايا، البصل والفصة أو مناطق فلاحية رائعة جدا. و الإقليم ديال سيدي قاسم والمدينة ديال سيدي قاسم الإخوان المشاهدين راه كانت معروفة يعني كان فيها مخازن ديال الشركة المحروقات ديال سمير اللي في المحمدية، كانت معروفة هنايا في سيدي قاسم. الإخوان المشاهدين هذه جماعة زرارة، هذه جماعة زرارة محسوبة على إقليم سيدي قاسم.
مناطق الإخوان كلهم تعتمد على الفلاحة، كل شيء المداخل ديالهم من الفلاحة، هنا هي مناطق فلاحية. كاينه الطريقه الاخوان الناس اللي بغا يمشيو للخنيشات ولا جرف الملحه اتجاه ديال وزان، كاينه الطريقه الاخوان من هنايا الخرجه ديال سيدي قاسم، كاينه الطريقه على اليسار. هانتوما الاخوان شوفوا الشاحنات، اللهم بارك، راه كلشي هاي تقدر تشوفوا البصل. إلى هنا الإخوان المشاهدين نكتفي بهذا القدر، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن على مشرفة من مدخل سيدي قاسم. إلى اللقاء.